مدينة أكادير غادي تحتضن مباراة كروية كبيرة، والأمر غادي يتعلق بكأس العرش. هاد النهاية غادي تجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق المغرب التطواني يوم السبت المقبل. كان عندنا لقاء مع السيد سعيد العمارتي المسؤول الإعلامي لفريق المغرب التطواني، سولناه مجموعة من الأسئلة حول الوصول ديالهم والظروف ديال استعداد الفريق لهذه المقابلة. السيد العمارتي، كيفاش كانت الرحلة من تطوان إلى أكادير؟ وصلنا اليوم صباحا إلى مدينة أكادير عبر مطار أكادير المسيرة. الرحلة اللي امتدت في ساعة واحدة من طنجة إلى مدينة أكادير. الحمد لله فريق المغرب التطواني وصل لمدينة أكادير وهو بمعنويات مرتفعة، اللي كما كيعلم الجميع على أن الرحلة ديال فريق المغرب التطواني جا لأكادير باش ياخذ النهائي اللي غادي يجمعوا ما بين فريق الجيش الملكي السبت القادم بحول الله. كنظن على أن فريق المغرب التطواني جا لمدينة أكادير وهو كل طموح كل عزيمة باش يزكي النتائج الإيجابية اللي حققها مؤخرا بالصعود ديالو إلى أو العودة ديالو إلى قسم الأضواء المكانة الطبيعية ديالو، وإن شاء الله بحول الله نتمنى التوفيق والفوز ديال فريق المغرب أتلتيك تطوان بهذا الكأس الغالية على كل المغاربة. كيفاش كان الاستقبال ديالكم في مدينة أكادير؟ الحمد لله كان استقبال وحفاوة كبيرة مع الناس ديال أكادير ولا المسؤولين على أكادير، لا من ناحية ديال الأمن ديال المطار ولا من ناحية ديال الأمن الوطني والسلطات الوصية اللي رافقت بعثة الفريق من مطار المسيرة إلى مقام الفريق بالفندق. كنظن على أن تحفوة الاستقبال اللي كانت هنا بفندق اللي كيقيم فيه الفريق الحمد لله، ولا كذلك الشكر الجزيل لفريق حسنية أكادير اللي خصص حافلة باش تنقل الفريق من مطار المسيرة إلى فندق الإقامة. الحمد لله التركيبة البشرية للفريق المغرب التطواني مكتملة. كان علي المنالي اللي كان خضع لعملية جراحية حتى هو رافق الفريق باش يعطي واحد شوية واحد الشحنة معنوية اللي هو كلاعب واخا هو مصاب، وسي عبد اللطيف الجريندو بغى هاد اللاعب على انه يكون مع الجروب. باقي المجموعة متكاملة وجاهزة ان شاء الله لهذا النهائي. شنو هو برنامج فريق المغرب التطواني استعدادا لهذه المقابلة النهائية؟ اليوم كاين حصة مسائية بالملعب الجانبي للملعب الكبير أضرار، حصة لإزالة العياء على الساعة 6 مساء 6:30 مساء. كاين حصة تدريبية أخرى مساء الأربعاء ومساء الخميس والجمعة، حتى هي حصص مسائية. وغيكون حصة ديال الخميس غادي تكون مفتوحة في وجه وسائل الإعلام باش يجيو ياخذوا التصريحات ياخذوا لي زيماج حتى هما إلا بغاو ديال التدريب، والحصة التدريبية ديال اليوم الخميس اللي قلت على أنها غادي تكون مفتوحة في وجه وسائل الإعلام.